السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مراجعة للوحدة الخامسة. عندنا هني أول شيء go to bed، بعدين عندنا have a breakfast، have dinner، get up، go to school، go home. عندنا هني some questions and answers، جمل وإجابات. What is the time؟ What is the time؟ Okay، it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. What do you do in the morning؟ What do you do in the morning؟ في قاعدة جدا مهمة تكررت كثيرا، يعني سواء في الفصل الثاني في عدة وحدات، ونرد نكررها، اللي هي إضافة الأس على الضمير اللي هي والشي والأت على الفعل، نضيفها على الفعل مثل ما احنا شايفين هنا. عندنا هي شي أت زائد فعل زائد أس. اوكي، احنا عندنا مثال he plays، it plays، she plays. اوكي، ففي عندنا اضافة الفعل. طبعا عندنا بعد اللي هو عندنا اذا في او مثلا، اذا عندنا الاو في نهاية الكلمة نحط اليها شنو؟ نحط ES. إذا عدنا O في نهاية الكلمة اللي هو الفعل طبعا، حط E O. مثل ما عدنا في كلمة GO، إذا جت مع الثلاثة الضمائر هذه تصير نحط عليها ES مثل ما هني شايفين. أوكي أوكي، بعد عدنا إذا كلمة منتهية بس C و H بعد نحط عليها ES. اوكي، طبعا نتكلم كله عن الافعال. اوكي، وعندنا الاس والاتش، عندنا الاكس بعد نحط اي اس. اوكي، بس هاي للمعلومات العامه يعني مو مطلوب عليها. منجي بعدين الى اليوم. اليوم مقسم عندنا الى 4 اقسام: الصبح in the morning، in the afternoon بعد الظهر، هني مكتوبين مترجمين هني in the evening، at night، in the morning، in the afternoon، in the evening، at night. بعدين منجي للصوتيات، عندنا اللي هم عبارة عن حرفين نسميهم blending. سم كنا smile، small. وتكلمنا عن حرف ال A، إذا قدام الدبل L يصير صوت ال A O. اوكي، وعندنا الاس والان، سن مثل كلمة سنيك، سن سنيك سنو. اوكي، وعندنا بعد ست ست ستيرز ستار. اوكي، هذين الحرفين ويا بعض نقول عنهم بلندنج، صايرين ويا بعض يعطونا صوت ست. اوكي، عندنا سك مثل سكاي، سكيتس. بعدين منجي للكويستشن ووردز اللي هي الكلمات نقدر نبني بها أسئلة. أوكي، اللي هم عندنا وات، ماذا، وير، أين، وين، متى. طبعا عندنا هني أمثلة عليهم. وات إز ذا تايم، ولا ننسى لما نبدأ سؤال لازم نبدأ بكابيتال وننتهي بالكويستشن مارك، والجملة تبدأ بالكابيتال وتنتهي بالفول ستوب اللي هي النقطة. اوكي، وات از ذا تايم، وير، وات از ذا تايم كم الوقت، وير ار يو فروم من اين انت، وين دو يو جو تو سكول. هذا ملخص الى الوحدة الخامسة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.